سلام المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بصحة وبسلامة وبأي حاجة كتمناوها يا ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد بغينا نديرو فيه اليوم ان شاء الله البصارة، وبغيت نشارك معكم الطريقة اللي كنديروها. غادي تكون سهلة ودرتها بطريقة اللي كتوجد دغيا، ما تتاخدش بزاف ديال الوقت، والمقادير ديالها بسيطة بزاف. المقادير ديالها غادي نحتاجو فيها، هنا عندنا كميه من الفول، نتوما كديروا على حسب الحاجه ديالكم. انا نقيته من قبل ورقدته، غسلته مزيان ورقدته في الماء وشللته باش ما ياخدش معايا الوقت بزاف في الطياب. وهنا عندي كميه من الثومه، يعني قربت الراس صغير، ماشي شي حاجه كثيره. نتوما كديروا قياس اللي كيبغيها بزاف، ممكن يكثر منها اكثر من هادشي. صافي، والماء، هادشي اللي غادي نحتاج في المقادير. ودابا ان شاء الله نقولوا بسم الله ونبداو. دابا ان شاء الله غادي نبداو، غادي نديرو الفول. كما قلت لكم حنا رقدناه تقريبا من الصباح اولا من نص النهار هكذا، اللي غسلناه مزيان ورقدناه في الماء. دابا صفيناه وشللناه شويه، كتكون فيه داك الرغوه كصفرة، حسن الى تحيدات. صافي، غنديرو هكايا في الكوكوط اولا في المزرعة على حساب نتوما اللي بغيتو، راه ما غياخدش معاكم الوقت في الطياب. وغادي نزيدو هاد البصوص ديال الثومه. صافي، والماء. صافي، غير يتغطى لينا. صافي، ودابا ان شاء الله غنردوه يطيب. دابا رضينا على البوطه باش يطيب. العافيه درناها شويه مجهده. صافي، ملي يبدا يغلي لنا باش ما يفيدش غادي نقصوا العافيه. صافي، هانتوما معنا. صافي البنات، دابا بدات يدخل فيها شويه طياب. غادي نديروا ليها دابا الملحه باش تطيب الملحه ديالها، القياس ديال كل واحد. صافي، ونحركوها مزيان ونخليوها تكمل الطياب ديالها. ما درناش معاها من الاول باش طيب لينا مزيان، باش ما ياخذ ليناش بزاف ديال الوقت في الطياب. صافي، دابا غادي نغطيو عليها شويه، ما نغطيوهاش كامله باش ما تطفيتش، ونخليوها تطيب مزيان. صافي، هكذا طابت. صافي، هي تقريبا كلها طاحت. غادي نسد البوطه، غادي نجنب عليها هكا، ما غاديش نخليها محلوله كامله حتى تبرد، ونضربها في مولينكس باش تطحن ليا كلها، اولا في داك الطحانه اليدويه ديال البلاستيك، يعني في اي حاجه اللي عندكم متوفره. صافي، من بعد نرجعوا باش نكملوها. صافي البنات، دابا راها بردات، غادي نديروها في مولينكس باش نطحنوها. حنا غنديرو غير شويه بشويه حيت مازال فيها الدفا، وباش ما نتقلوش النت على مولينكس. صافي، غادي نديروها نطحنوها. صافي، حنا غادي نستمروا بحال هكذا، غنطحنوا شوي بشوي حتى نكملوا، ونرجعوا باش نردوها تكمل الطياب ديالها. صافي، دابا رديناها باش تطيب. غادي نزيدو فيها شويه ديال الملحه حيت جاتنا شويه ناقصه من الملحه، غنزيدو غير شي شويه باش ما تجيش عاوتاني كثير فيها الملح. ونديرو فيها شويه ديال الزيت البلديه. صافي، غادي نحركوه. احسن حاجه البيصاره انكم تحركوها بالمعلقه ديال الخشب. صافي، غادي نغطيو عليها وغادي نخليوها طيب حتى تحيد من هذاك الكشكوشه وتغلى مزيان. صافي، ونطفيو عليها وهكا كتكون واجده. صافي، هكذا خوتي كتكون البصاره ديالتنا
وجدات كتجي على هذا الشكل هذا. درنا معاه هنا شويه ديال الحر وشويه ديال البصله اللي كيبغيهم. صافي هنا السودانيه، الزيت البلديه اللي بغى يزيد. كنتمنى باش هاد الطريقه ديالتنا تعجبكم وتجربوها، ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله تالفيديو اخر.